مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اللون الاخضر. بما اننا بقالنا اكتر من يوم بنتكلم على التغيير، وامبارح كنا بنتكلم على التغيير بشكل كبير، النهارده كمان عايزه اكمل المسيره واني اتكلم على التغيير في حاجه مهمه جدا جدا، حاجه بتحصل لنا كلنا، هي فكره التحرش والعنف ضد المراه. الظاهرة دي ما كانتش موجودة في المجتمع المصري، والحقيقة ان هي كانت دخيلة علينا في الفترة الأخيرة، وشفنا قد ايه ان الموضوع اختلف عن زمان وبقى عندنا شعور بعدم الأمان. ولكن اسمحوا لي انا ليا وجهة نظر مختلفة في الموضوع شوية، لانه التحرش لما بيجي من الناس اللي بره اللي موجودة في الشارع فهم كده كده ناس غرب، هيبقى صحيح أثر نفسي وزعل جوانا ولكن في النهاية هيروح. ولكن الحاجة اللي بجد بتقتلني وبتخليني موجوعة جدا جدا من جوايا اني اشوف التحرش عنف من قبل الرجال تجاه النساء. دلوقتي بقى الأب بيزعق لبنته، الأخ بيغضب جدا على أخته، الزوج بيهين زوجته، ما بيحسوش أن رجولتهم بتسقط مع كل دمعة من عيون المرأة. هتقولوا لي انت شويه متحيزه، ولكن انا مش متحيزه للمراه لان انا مش هحارب الطبيعه. الطبيعه بتقول ان المراه كائن حساس جدا، ولو المراه عيطت وبكت 10 مرات الراجل ممكن يبكي مره او ممكن ما يبكيش خالص. فتفتكروا ان انا مش هكون متحيزه ليها؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الجرح والعمق اللي بيبقى موجود داخل المراه بيبقى لسنين. الراجل شويه ما شاء الله عليكم يعني قادرين ان انتوا تنسوا في لحظه. عشان كده انا بقول شويه للرجال، رفقا بزوجاتكم، رفقا باخواتكم، رفقا بامهاتكم، رفقا بانفسكم، لان ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبكم على كل خطوه او كل عمل كنتوا بتعملوه في نسائكم. ربنا يخلي دايما ما بيننا المودة والرحمة، ويخلي فيه حب ما بيننا، لأن أجمل حاجة في الدنيا الحب اللي بجد.